فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لطيف ما قرأت أن شابا ملتحيا كان معه طفله، وكان الطفل يبكي، وكان هناك شاب بجوار أبيه غير ملتحي حليق، أخذ الطفل فسكت الطفل، فقال هذا الشاب لهذا الشاب الملتحي: أنتم أيها الملتحون تخيفون الأطفال، وذلك كان يبكي. فقال له الأخ: بل ظنك أمه فسكت.